الحكومة والحلول المتبعة من أجل كسر المراوحة في هذا الموضوع وفي هذه الأزمة. وقلت أنه حتى لو تشكلت الحكومة، حتى لو تشكلت، هذا إذا تشكلت طبعا، لأنه هناك من يقول أنه سنبقى بدون حكومة إذا حتى شرطية نهاية هذا العهد، لن تتمكن هذه الحكومة من أن تنجح أو من أن تضع لبنان على بر الأمان، خصوصا وأنك انطلقت بالحوار بتشبيه هذه المرحلة وهذا الخلاف بين عون والحريري بالخلاف بين رئيس الجمهورية الأسبق عماد أمين لاحود ورئيس رفيق الحريري. يعني في ذلك الزمن كان هناك سوريون بلبنان يعملون على ضبط إيقاع الأمور بالتي هي أحسن. اليوم يعني بعد كل هذا الخلاف الذي شهدناه وهذا المستوى الذي بلغه هذا الخلاف بين الحريري وعون، هل بإمكان أي حكومة خلال هذا العهد أن تنتج؟ لا، أي شيء يعني خلينا على أي صعيد؟ يعني خليني جاوب من الأخير كما يقال. أكيد لا، أكيد لا. في عنا مجموعة حقيقة يعني من الاستحقاقات التي يفترض أن تدفع باتجاه تغيير الذهنية السياسية، هي المشكلة أيضا في الذهنية السياسية. أكيد يعني لأنه مطلوب الإصلاح، والإصلاح يحتاج يعني إلى توافقات كبرى. صحيح. يعني على سبيل المثال الوزير جبران باسيل طرح مجموعة من الشروط، أو لنقل حتى لا نقول شروط، مجموعة من المعايير، وقال أنه ادخلوا في هذه الإصلاحات وبالتالي نحن نسلم بأي حكومة. نعم. من ضمن على سبيل المثال كابيتال كنترول، تمكن الكل مختلف عليه، عودة استعادة الأموال المنهوبة، ما الكل أيضا مختلف عليها. الشيء الآخر أيضا التحقيق الجنائي كذلك، والتحقيق الجنائي الكل مختلف. فإذا أنه نحن هذه عناوين حروب أنا برأيي، وهذه الحروب تدار دائما بنفس الذهنية التقليدية السياسية التي أدت إلى انهيار البلد وسوف تدفع. يعني ما بدي حدا يقول أنه أنا متشائم، بس أنا مني شايف يعني أي خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي في البلد، لا على المستوى الذهني ولا على مستوى الإدارة. نعم. كان في فرصة، وده كان يجب أن تعرفها القوى السياسية بلبنان، كان في فرصة ل 17 تشرين من أجل تغيير هذه الذهنية، أو على الأقل إدخال بعض التغييرات والمتغيرات لدى الطبقة السياسية اللبنانية. هذا لم يحصل، ما زالت الذهنية نفسها قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين. لذلك الكلام عن تفاؤل أنا برأيي هو كلام قد يكون في الفضاء وفي الهواء، هذا في السماء العالي. تقصد كلام عن تفاؤل في حال تشكلت الحكومة، أو حتى التفاؤل بتشكيل الحكومة هو كلام في الفضاء؟ لا، ما هو أنا بعتقد أن تشكيل الحكومة لن يؤدي إلى شيء. أنا قلت أنه في مجموعة من الإجراءات والاستحقاقات. نعم. وهذه في خلافات وفي حروب عليها. شيء الآخر أنه الآن أنه يفترض الحكومة المقبلة على سبيل المثال أنه تفاوض صندوق النقد الدولي، هل القوى السياسية اتفقت على سبيل المثال على تحديد الخسائر المالية للبنان؟ في عنا ثلاث رؤى. الرؤية الأولى هي رؤية خطة التعافي التي يعني قدمتها الحكومة المستقلة. نعم. حسن دياب. وفي القطاع المصرفي في مصرف لبنان. صندوق النقد الدولي ما بيقدر يفاوضك بثلاث رؤى، بدك توحدي الرؤية. الشيء الثاني انه شو هي المعايير وشو هي الشروط التي والقواعد ايضا التي يمكن على اساسها ان تنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الشيء الاخر انه الفرنسيين عم بيقولوا انه اموال سادر حاضرة، بس انه اصبحت اموال سادر مرتبطة ايضا بالتوافق مع صندوق النقد الدولي. طيب اثنين سوا، صندوق النقد الدولي زائد مؤتمر سادر زائد الورقة الفرنسية التي قدمها ايضا الرئيس إيمانويل ماكرون، في مجموعة من المعايير حتى تنطلق هذه الحكومة التي سميت بأنها حكومة مهم. على سبيل المثال إصلاح قطاع الكهرباء، هل بدأنا؟ يعني الهيئة الناظمة بعد ما شكلنا. الشيء الثاني التحقيق الجنائي، هل بدأنا وأين وصلنا؟ الشيء الثالث أيضا التحقيق بالمرفأ، أين صرنا؟ ما حدا عارف. الإصلاح المالي والاقتصادي بلبنان، كل هؤلاء موجودين بالورقة الفرنسية، وبالتالي لم نتقدم بأي خطوة باتجاه إجراء أي إصلاح من مجموعة هذه الإصلاحات اللي هي يعني أصبحت تشكل حزمة واحدة من الورقة الفرنسية إلى مؤتمر سادر إلى صندوق النقد الدولي. زائد أن كل القوى السياسية تتحدث عن هذه المعايير وتتحدث عن هذه القواعد، بس ما في حدا عم بيروح من أجل تحقيق قاعدة واحدة من مجموعة هذه خطوات عملية باتجاه تحقيق أي نقطة من هذه النقاط. إنه يعني بعدين أنت بدك تشوفي كمان أنه هذه الحكومة هل هي فعلا ستة أشهر كما يقول الرئيس سعد الحريري،
كبيرة، قال جربوني 6 أشهر وبعد ذلك حاسبوني. لا أنا برأيي من يومين رئيس التيار الوطني الحر كان واضح أن هذه حكومة رح تضل لآخر العهد. لا هن أنا برأيي أنه جزء من الخلاف أيضا نعم إلى ما بعد العهد كمان، لأنه يعني ما بعتقد ما بظن حدا بلبنان الآن ممكن يقول أنه إذا انتهت ولاية الرئيس ميشيل عون سوف مباشرة يجتمع النواب اللبنانيون وينتخبون رئيسا بديلا. هذا لا أحد يتوقعه. فإذا أنه كمان بده يصير في عنا أزمة مثل أي أزمة أخرى يعني تتواكب مع خلو سدة الرئاسة بلبنان. بتذكر يعني العماد بن ميشيل عون كل هذه العقبات طبعاً. لذلك جزء من الصراع الحكومي، الحكومة المقبلة هي اللي بدأت تحكم وهي بالتالي بدأت تنتقل صلاحيات رئاسة الجمهورية إليها. نعم، جولات الرئيس الحريري الرئيس المكلف العربية الأخيرة، وطبعا هو مر أيضا على فرنسا، هل من شأنها أن تغير في الأزمة شيئا؟ ورايح كمان على ألمانيا وبريطانيا. أنا هلأ هو طبعا عم بيحاول يوحي الرئيس سعد الحريري بأنه لديه ثقل خارجي، وواضح تماما بأنه لديه ثقل خارجي في أكثر من باب عم نحاول يفتحه أكثر من نافذة. بنعرف نحن أنه الفرنسيين يعني تقريبا عم بيحاولوا يلاقوا غطاء عربي لهذه المبادرة، لذلك هم ينسقون هذه الخطوات مع مصر وأيضا مع الإمارات العربية المتحدة. إذا إحنا فينا نتكلم الآن أو نتحدث أو ومع السعودية جاي أحكي عنها بعد مغلقة مع السعودية، بس أنه المفاوضات الفرنسية مع السعودية، المفاوضات الفرنسية ومفاوضات الرئيس سعد الحريري أيضا مع السعودية اثنين سوا. يعني هلأ في كلام عن زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى الرياض، بس أنه هذه لم تحدد بعد. وجزء أساسي من هذه الزيارة من أجل معالجة الوضع اللبناني وتسهيل مهمة الرئيس سعد الحريري أو الحكومة المفترضة والعتيدة التي يمكن أن يرأسها الرئيس سعد الحريري، بعد مش معروف شيء. ووفق هذه الزيارة وطبقا أيضا لما يمكن أن تنتجه من سلب أو من إيجاب، بس نتبنى إيجاب، أنه ممكن يروح بعد ذلك الرئيس سعد الحريري إلى الرياض. بس يعني هاتان المسألتان لغاية الآن مجهولتان وبالتالي غير معروفتان. لماذا يعني ما زال هذا الأمر في مشكلة بين الرئيس سعد الحريري والرياض؟ المشكلة بين الحريري والرياض أم المشكلة بين حزب الله و لا أنا بعتقد بهذا الموضوع أنه حزب الله قد يكون أكثر الأطراف اللبنانية محاولة لتسهيل تشكيل الحكومة. يعني بعتقد أنه كل الأطراف السياسية اللبنانية يعني أصبحت على قناعة على قناعة السؤال أنه مشكلة المملكة مع لبنان هي حزب الله، سواء كان الحريري كان الحريري رئيسا مكلفا أو غير سيواجه المشكلة نفسها مع المملكة العربية السعودية. أكيد، وجزء أساسا يعني من الحكومة اللي ممكن نسميها الحكومة العرجاء تبعت الرئيس حسان دياب هو إقفال الأبواب العربية والخليجية بالتحديد أمام هذه الحكومة. ما المطلوب تحديدا سعوديا من الحريري؟ يعني أنا بعتقد سعوديا يعني نحن نتذكر الأزمة العام 2017 بين الرئيس سعد الحريري يعني وقت الشهر تقريبا بالرياض، يعني في مجموعة من المطالب كانت طالبتها من المملكة العربية السعودي، والرئيس سعد الحريري لم يوافق على أن يكون رأس حربي بالداخل اللبناني. طيب، لكن يومها خرجت السعودية مهزومة، يعني بالنظر إلى يعني بتلك الأزمة تحديدا، يعني لأنه رجع الرئيس الحريري وعاد عن استقالته، تدخل الفرنسيون والمصريون والأمريكيون، تدخل الجميع، وبدأ أنه ما يطلبه السعوديون غير منطقي وغير قابل للتطبيق وغير واقعي، يعني لا يراعي الوقائع. بس هذه تركت على الأرض اللبنانية، بس هذه تركت عواقب غير حميدة في العلاقة. طيب، هل هي اليوم يعني مستعدة لتكرار الطلب نفسه المملكة وإنما بأسلوب مختلف؟ أنا يعني هون عم نيجي نحن على الشق الخارجي، الشق الخارجي مرتبط، ولكن هذا أساسي يعني بالنسبة للرئيس مكلف. أبواب السعودية مغلقة أمامه، وهذا الذي كنت أقوله بأنه تربة الخلافات والتربة الأكبر والأعمق من الخلافات هي محلية، دون أن أعني بأنه الخارج غير مؤثر بالداخل اللبناني، خصوصا أن الداخل اللبناني مفكك ومتصارع ومتنافس ومرتبط بمحاور خارجية، يعني وإذا بدك مرتبط كمان بمحاور خارجية. فإذا بدون شك الخارج له مثل هذا التأثير ومثل هذه الفعالية. بس كمان من جهة أخرى كمان لازم نعرف أنه في حال اتفق اللبنانيون على تشكيلة حكومية ما بعتقد أنه الخارج يذهب إلى إسقاط هذه الحكومة. يعني الصراع في الداخل أصله وأساسه أيضا في والنزاع كمان أساسه وأصله الداخل، لن يسقط الحكومة ولكن بإمكانه أن يقاطعها.
استطاعها ان هذا لا يشارك في عمليات الاصلاح في الدعم المالي، وهذا سيؤثر على انتاجيتها. وهذا هو الذي يمكن ان يشكل بيت القصيد الخارجي، انه هذه الحكومه ليفترض تكون حكومه انقاذ، ويفترض تكون حكومه على الاقل فيها نصف طوق نجاة، بحاجه الى اموال. هذه الاموال بتجي من الخارج، الخارج العربي اللي هو دول الخليج، والخارج الدولي اللي هو مؤتمر ساد وصندوق النقد الدولي. طيب لنفترض بانه صندوق النقد الدولي هو مؤتمر ساد ونزل عقد الرحمن على القوى السياسيه اللبنانيه وقررت انه ان تقوم بالخطوات الاصلاحيه المقبوله، بس كل هذه الاموال بتجي من صندوق النقد الدولي ومؤتمر ساد بحاجه الى سنوات، يعني مش حيعطوك اياها دفعه واحده، يعني في سنتين وثلاث وأربعة وخمسة، فأنت بحاجة إلى سيولة مباشرة وسريعة. وهذه السيولة قد تكون عن طريق الاستثمار، قد تكون عن طريق الهبات، قد تكون عن طرق مختلفة يعني لا تستطيع إلى دول الخليج أن تقدمها لبنان. لغاية الآن هذه الأموال مجمدة أو مقفلة أو مجهولة أو غير معروفة أو لن تقدم. سألتك ما الذي تريده السعودية، ما الذي تشترطه على الحريري اليوم؟ لأن هناك اليوم فريق في الداخل، مثلا نسمع من التيار الوطني الحر أنه اليوم المشكلة عند الرئيس الحريري أنه لا يستطيع تشكيل الحكومة لأنه ينتظر ضوءا أخضر سعوديا، فبالتالي هل هذا صحيح وما هي الشروط السعودية على الحريري؟ يعني أنا بعتقد أنه المملكة العربية السعودية تريد الحريري أن يكون طرفا سياسيا في الداخل اللبناني، وبالتالي أن يكون مواجها وأن يكون صقرا، وهو لم يوافق على مثل هذا، ولذلك حدث ما حدث معه في العام 2017. لم يختلف شيء اليوم؟ لم يختلف لغاية الآن، لذلك الآن نحن أمام حقيقة يعني إذا بدك يعني أمام شبه انفراجتين. الأولى ماذا يمكن أن تنتج زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض، والثانية أيضا كيف يمكن أن يتعاطى الأمريكيون مع المملكة العربية السعودية، لأنه كمان بقاء الوضع اللبناني على ما هو عليه أعتقد أنه بدأ يعني ينتج قلق عميق على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وتحديدا على المستوى الدولي الأمريكيون أليسوا متشددين بشروطهم حيال حزب الله ومشاركته في لبنان ودوره في هذه المرحلة؟ كما هو الموقف السعودي في تصريح قبل أسبوع للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأنه مشاركة حزب الله في الحكومة يقرره الشعب اللبناني، وفي قبل كمان أكثر لا كلام دبلوماسي، لا ليس كلاما دبلوماسيا، بس في أكثر من كمان من مسؤول قبل ما يتسلم الرئيس جو بايدن أخذ المسؤول الأمريكي قال بأنه نحن تعايشنا مع حكومات شاركت فيها حزب الله. طيب لا، أنا برأيي أنه الأمريكان ما يعني مش داخلين بهذه التفاصيل، بهم أنا برأيي مسألة أساسية اللي هي جنوب لبنان وبالتالي أمن إسرائيل، وأيضاً هن داخلين بقوة أيضاً بما له علاقة بترسيم الحدود المائية للبنان. هاتان المسألتين منشغلين بدون شك تشغل الأمريكيين على المستوى الاستراتيجي، ولكن كان الأمريكيون يعني مستعدون لتليين موقفهم حيال حزب الله، هم براغماتيون بهذا الموضوع، وربما الواقعية السياسية أيضا يعني هي التي تطغى على موقفهم. الفرنسيون كذلك، الإماراتيون، المصريون، كيف نفهم إذن هذا التشدد السعودي تحديدا وهذا التمسك بموقف أثبتت التجربة بالعام 2017 كما كنا نتحدث أنه غير قابل للتطبيق؟ هلا انا اوافق تماما، واعجبتني قصه البراغماتيه اكثر من التليين، هو هذا الموقف الامريكي بالتحديد، ويتعاطون بواقعيه سياسيه مع الكثير من الاحداث السياسيه كان على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي. هلا بدا السعوديه، انا قلت انه السعوديه تريد ان الرئيس سعد الحريري ان يكون صقرا سياسيا في الداخل اللبناني، وبالتالي ان تتماهى سياسته على المستوى الداخلي مع السياسه السعوديه المعارضه لاكثر من طرف لبناني، المعارضه لرئيس الجمهوريه وللتيار الوطني الحر ولحزب الله، يعني خلينا نكون صريحين. هذا الذي تريده السعوديه. الرئيس سعد الحريري هو قال بانه مشكله حزب الله على سبيل المثال هي مشكله اقليميه، وقال من واشنطن باحد مؤتمراته الصحفيه، وبالتالي حل هذه المشكله تكون على المستوى الاقليمي وليس على المستوى المحلي، وبالتالي انا لن ادخل في نزاع مع اي طرف سياسي لبناني. المملكه العربيه السعوديه بدها شيء اخر، اعود واكرر، تريده صقرا، وعم نسمع مجموعه من الصقور الموجودين في لبنان الى درجه. لكن كيف
تفهم هذا التشبث بهذا الموقف السعودي رغم علم السعودية وبالتجربة أنه هذا الأمر غير ممكن وغير واقعي؟ يعني لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. هي لو تعتبره غير واقعي سيؤدي إلى مواجهة كبيرة قد تصل إلى أن تهديد السلم الأهلي وإلى يعني أمور لا تحمد عقباها وهي تعلم ذلك. لو أن القراءة لدى الرياض وصلت إلى النقطة النهائية بأنه هذا قد يؤدي إلى انفجار الوضع اللبناني أو أنه غير واقعي، ربما كانت أجرت تعديلات معينة أو تطويرات معينة على قراءة السياسية. ولو يعني طلب حكومة لا يشارك فيها حزب الله يعني لا مباشرة ولا مواربة. على فكرة هي لم تقل بالحرف ذلك، لم تقل ذلك. وما يعني حتى أنا بعرف من خلال على الأقل من خلال الاتصالات والمعلومات التي أحصل عليها بشكل يومي ما في طلب بهذا النوع. لا طلبوا ذلك علنا بال 2017 حتى من بال 2017 طلب ذلك علنا صحيح وكنا بنعرف كيف انتهى. نعم أكيد وبعد ذلك هي يعني حاولت أن تعيد الانتشار وبالتالي انسحبت من الموضوع اللبناني. طب عودة السفير السعودي كيف تقرأ؟ هو كما أنا برأيي أنه في مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بالمملكة العربية السعودية بعد وصول جو بايدن، يعني منها على سبيل المثال انه يعني الاستتماء يعني اطلاق على سبيل المثال لجان الهزلول اللي كانت معتقله. نعم. منها كمان الكلام حول انه نحن مستعدون ان نذهب الى تسويه في اليمن مقابل ان يضمن الامريكيون امن المملكه العربيه السعوديه. وبنعرف انه لغايه الان انه الرئيس بايدن ما اتصل بولي العهد الامير محمد بن سلمان في حين أنه اتصل فيه وزير الدفاع باعتبار كمان ولي العهد كمان هو يتسلم وزارة الدفاع السعودية. في مشكلة زائد أيضا بأنه كل القراءات السياسية على المستوى الإقليمي تقول بأنه كل هذه صفقة القرن التي كان منطلب فيها مثل القطار السريع عهد الرئيس دونالد ترامب هذه قد تتوقف الآن من أجل إعادة النظر فيها. نشوف كمان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وقت اللي بيقول أنه احنا ما بنعترف بانه الجولان يعني تحت السياده الاسرائيليه. كمان هذا نوع برايي انا من التغييرات التي او على الاقل ملامح التغيير التي تجري في الشرق الاوسط. نعم.